طبعا يشارك المركز الوطني للقياس والتقويم في المعرض والمؤتمر الدولي الرابع للتعليم العالي 2013 للميلاد، والذي قام تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وتنظمه وزارة التعليم العالي لتسليط الضوء على مشاركة المركز الوطني للقياس والتقويم. معنا في طبعا رئيس العلاقات العامة في المركز الوطني للقياس والتقويم المشرف على جناح المعرض الأستاذ محمد الحميزي. أسعد الله صباحك أستاذ محمد، سعداء بتواجدك معنا. أستاذ محمد مرحبا أخي محمد، هلا حياكم الله، شاكر لكم الضيافة. كنا نتمناك معنا هنا في الاستوديو. والله الظروف العمل تعرف المعرض ما أنها فعاليات لا شك لا شك الليل طبعا هذا المعرض حقيقة معرض دولي كبير، استقطب يعني خلاصة الجامعات على مستوى العالم، يقدم الكثير لأبناء هذا الوطن وللمقيمين على أرضه في التعليم العالي والعلاقة بين الجامعات والأفراد. بودي أن تعرف لنا أهداف مشاركة مركز القياس في التعليم العالي. المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي طبعا يشارك في مثل هذه المعارض وهذا اللي نشر ثقافة القياس وللتعريف بالاختبارات التي الآن تهم الطلاب والطالبات والقبول في الجامعات طبعا. الحمد لله كانت السنة هذه يعني مشاركة ناجحة، لأن كنا في الأعوام السابقة كنا نشارك بركن تحت مظلة التعليم العالي، والسنة هذه الحمد لله يعني تكرموا علينا بإعطائنا طبعا مساحة خاصة لنا أساس نقوم فيها بعض البرامج والمسابقات للطلاب والطالبات. جميل جميل. أستاذ محمد، الخدمات والمعلومات التي يقدمها المركز، أبرز الأسئلة التي كانت تريدكم من زوار هذا المعرض؟ طبعا الآن احنا نتفق على أنه جميع الاختبارات الآن أصبحت تهم المعلمين المعلمات المتقدمين للجامعات سواء من طلاب أو طالبات أو المتقدمين لالتحاق بكليات التابعة لوزارة الدفاع والطيران. فجميع هذه الأسئلة والاستفسارات يتم الرد عليها، لكن أنت سألتني عن الأغلب، يعني الأغلب هم الطلاب الشريحة الأكبر، الطلاب والطالبات الثانوي. على هالأساس أقمنا مسابقة بسيطة، وهي عبارة عن نموذج بسيط لاختبار القدرات وكسر حاجز الخوف لدى الطلاب والتعريف بهذا الاختبار والتهيئة له. فالحمد لله لقينا يعني اقبال ما كان متوقع، وشاهد المعرض السنه هذه صراحه يعني اقبال اعداد تختلف عن الاعوام السابقه. ممتاز. دائما تحرصون استاذ محمد على المشاركه في المعارض، المشاركه في المنتديات، في ايضا اقامه ورش عمل تثقيفيه. هذه المشاركات المتعددة هل انعكست فعلا على الوعي العام، على ثقافة المجتمع، معرفة أهمية القياس، معرفة التفاصيل؟ في البداية طبعا كان أي مشروع يطرح للمجتمع طبعا ما يكون فيه قابلية له، يعني عرفت ولا لا؟ كان في السابق فعلا كنا نعاني، ما هو القياس؟ ماذا يعمل القياس؟ لماذا القياس؟ هل هو عثرة؟ هل هو ضد الطالب؟ هل هو مع الطالب؟ ماذا يعمل؟ ما هو دوره؟ لكن الآن الحمد لله لاحظنا في وعي من المجتمع سواء من أولياء الأمور أو المعلمين أو الطلاب والطالبات. لا بالعكس تغيرت النظرة الآن كثير بحكم كثرة مشاركاتنا وخصوصا في المعارض الدولية. جميل. اللي يرتادها طبعا جميع شرائح المجتمع. ممتاز. التقويم على غيرت النظرة فعلا. جميل. التقويم على مستوى التعليم العالي، كيف تجد تقبل من أراد الحصول على وظيفة؟ طبعا تقويم الطلبة المتخرجين من الثانوي للحصول على مقعد في الجامعات أو في أي مكان، هذه أعتقد أنه المجتمع تشرب هذه المعلومة وهذه الثقافة، لكن من أراد الحصول على وظيفة أعتقد أنه الأمر لا زال يعني يبغى له المزيد من تسليط الضوء والتثقيف. هذا ممكن انه يكون يعني السؤال هذا شأن وزاره الخدمه المدنيه طبعا. طيب اما فيما يخص اذا كنت سؤالك يعني يدور حول التعيين تقصد فيه المعلمين والمعلمات. نعم. لدور نعم. المركز هذا تعاون يعني بين وزاره التربيه
والمركز مثلا في إدارة الاختبارات المهنية، وهم لهم الصلاحية طبعا وعندهم معلومات أكثر مني، وسبق أنهم طبعا عملوا معهم مقابلات ووضحوا ما هو هذا الاختبار ومتعلق لمين وصالح مين، والحمد لله يعني الآن أصبح المركز يعني واضح في جميع مشاريعه ومتواصل مع المجتمع سواء في الإعلام أو عن طريق الوسائل التواصل الاجتماعي أو الورقي أو عن طريق الموقع أو عن طريق طبعا مقابلة يعني وجها لوجه، خصوصا بالمعارض، خصوصا يعني ما لاحظناه طبعا في الأيام السابقة الحمد لله. يعني الحمد لله لدي بعض الإحصاءات إذا تسمح لي أذكرها أساس ما ننساها، بس الحمد لله يعني إحنا الآن استقبلنا خلال الأربع الأيام الماضية ما يتجاوز عن 5000 زائر وزائرة طبعا من مختلف شرائح المجتمع طبعا. جميل. وتم توزيع طبعا حقيبة عبارة عن نشرات تعريفية أو إصدارات ما تجاوز طبعا 2500 حقيبة بداخلها طبعا جميع إصدارات المركز. جميل. طيب احنا نزود الطالب او الطالبه بجميع النشرات، ما يعني احنا نفصل هذا، لان البيت تعرف يكون من اب له رسالته مع ابنه، عرفت ولا لا، ومن بنت ومن ولد ومن صح ولا لا، ويكاد ان يكون موجه او مدير او مسؤول. كذلك المسابقه اللي اقيمت للطلاب والطالبات الحمد لله يمكن المره هذه يعني حققنا عدد يعني تجاوز او ما يقارب 500 طالبه. جميل جميل ممتاز. تم طبعا تقديم جوائز طبعا عبارة عن كوبونات شراء من تم اختيار طبعا الجوائز هذه بعناية، لأن لابد أن نراعي الطالب والطالبة يعني ما هو الشيء اللي يتفقون عليه، لأن القسائم هذه خصوصا للمكتبات الكبيرة يعني يستفيدون منها لأن في مجال التعليم. حلو جميل. أستاذ محمد، حقيقة من خلال القراءة في الأيام السابقة يعني عندي سؤال عن علاقة المركز الوطني للقياس والتقويم بالجامعات. أنا أعتقد أنه فيه علاقة يشوبها شيء من عدم الرضا وعدم التفاهم، هل هذا صحيح؟ لا لا لا، الحق هذا مو في جانب يمكن موضوعنا اليوم عن المعرض. صحيح. لا ولكن بالعكس، انا المؤكد انه جميع الجامعات الان راضيه عن اداء المركز. لا بس لانه طبعا يقول لك الخبر شكل المركز الوطني للقياس والتقويم الدكتور عبد الله من عدم تجاوب 7 جامعات سعودية من أصل 10 أرسل إليها طلبات لتحليل ودراسة محتوى برامجها. 7 جامعات من أصل 10 لم تتجاوب مع المركز الوطني. يعني ما أدري وش الأسباب، لكن أنت أقرب ممكن تعرفنا على هذه الأسباب. لا والله مو دفاع عن المركز، ولكن أتوقع هذه يعني أشياء داخلية، ممكن تحليل بعض البيانات أو تحليل بعض الدراسات مطلوبة عندنا لتزويد إدارة البحوث عندنا هنا لتوثيقها فقط. أما صحيح. قضية والله قبول الطلاب ومدى استفادة الجامعات فما يختلف عليه لا المركز ولا الجامعة، بالعكس المستفيد الأول والأخير الحمد لله هو الطالب في صحيح. في الأول. نعم. زين، لأنه وجه التوجيه السليم لدخول الكلية اللي تناسب قدراته. زين، كذلك الجامعة يعني الحمد لله شالت هم قضية التسرب وقضية تنقل الطلاب بين من ممكن ما يمشي في الكلية هذه السنة القادمة والترم اللي بعد تلقى. نعم. في الكلية الثانية. لا بالعكس، ولأنه يد واحدة ما تصفق في مثل هذا المجال. أعتقد أنه الجهد التكاملي بين مركز القياس وبين الجامعات وبين المؤسسات التعليمية أيضا والمؤسسات التي تستقبل هؤلاء الطلبة، أعتقد أنه مشروع تكاملي ليس مشروع لجهة واحدة. لا لا لا، أكيد الكلام هذا أكد عليه. نعم، والحمد لله التواصل مع الجامعات كلها مستمر مع المسؤولين داخل المركز، سواء بالزيارات أو بالاجتماعات وبالتواصل من أجل حتى في. نعم أستاذي الكريم، أنا بودي أتوجه نصيحة لأنه الوقت قرب ينتهي. طيب. بودي أتوجه نصيحة لأبنائنا الطلاب أثناء عمل اختبار قياس في كافة مناطق المملكة، كيف يحققون التميز، كيف يحققون النسب العالية؟ الحمد لله رأى الآن المسؤولين الحمد لله في المركز إعطاء الفرصة لإثبات القدرة لدى الطالب لدخول الاختبار أكثر من مرة، والحمد لله رأى المركز تابع الحمد لله بشكل مستمر. زين،
قضية تهيئة الطلاب لدخول هذا الاختبار، والحمد لله ما رأيناه الآن ومشاهدناه الآن في المشاركة في التعليم الآلي وعدد الطلب اللي جو، كل هذول تم توجيههم التوجيه السليم بالاستعداد لدخول هذا الاختبار من خلال برنامج التهيئة والتدريب اللي دشن من قبل وزير التعليم الآلي، والآن موضوع على والآن موجود على موقع القياس، وهو برنامج تهيئة والتدريب يقوم بتهيئة الطالب لدخول هذا الاختبار، وهو مكون من مفاهيم أساسية طبعا وأمثلة تدريبية واختبارات تجريبية. الطالب مدى ما استخدم البرنامج هذا مدة الساعتين، وكذلك مع الكتيب اللي تم توزيعه واللي أيضا تم تزويد جميع مدارس البنين والبنات اللي فوق أعدادها 4000 على مستوى المملكة، يصل هذا الكتيب إلى يد الطالب مع كتاب الطالب التدريب. أنا واثق ثقة تامة بحول الله أن هالشهادة يكفي طالب لتحقيق إن شاء الله. ممتاز. أستاذ محمد، أنا عندي سؤال، أنه في فعلا بعض المدارس تقوم على إقامة دورات تدريبية في المدرسة لتعريف أبنائها كيف التعامل مع هذه الاختبارات، وانعكس ذلك على تحصيلهم وعلى درجاتهم وعلى نسبهم، لكن هناك بعض المدارس خاصة في الأطراف لا يتم التعامل مع هذه الدورات التدريبية، لا تقام للطلبة، لذلك أثر عليهم سلبا. لماذا لا يكون هناك تفاهم مع وزارة التربية والتعليم بأن تصبح هذه الدورات إلزامية على هذه المدارس؟ لا، أنا ذكرت في البداية أن المركز القياس يقوم بدوره زين، وهي إيصال الكتيب هذا للطالب لإرشاده بدخول برنامج التهيئة والتدريب، لإرشاده بمواعيد التسجيل، لإرشاده بمواعيد الاختبارات. طيب، متواصل، وسبق المركز أنه قام ورش عمل في جميع مناطق المملكة موزعة طبعا بالتساوي. طيب، ونستقبل الزيارات طبعا داخل المركز وتواصل. نتمنى التوفيق طبعا لأبنائنا وبناتنا الطلبة. خططكم المستقبلية في نصف دقيقة أستاذ محمد. والله بعد الخطة المستقبلية الآن الأخوان في المركز شغالين على إن شاء الله خطة استراتيجية إن شاء الله راح إن شاء الله تعلن عما قريب إن شاء الله، لكن احنا بدورنا في العلاقات زي ما قلت لك احنا خطتنا المستقبلية هي الوصول إلى الطالب. جميل. يعني سواء وجها لوجه أو عن طريق التواصل الاجتماعي أو عن طريق الإيميل أو عن طريق الموقع أو عن طريق إرسال نشرات إرشادية له وهو على مقعد الدراسة. يعني نتمنى لكم التوفيق، نتمنى أيضا التوفيق لأبنائنا وبناتنا الطلبة. الأستاذ محمد الحميزي، رئيس قسم العلاقات العامة في المركز الوطني للقياس والتقويم والمشرف على جناح المعرض، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم على استضافة أخي محمد، شكرا لكم.